هنعمل الفولدز كمان شويه. دلوقتي الموتزاريلا ستيكس، اصابع الموتزاريلا بتبقى تشتروها فروزن مجمده، دي لسه مطلعاها من الفريزر، وده تريك مهم جدا ليها. هي بتبقى فريش بالشكل ده، اوكي الشكل ده، شايفين طريه اهي، اصابع الموتزاريلا بتبقى طريه، فممكن لما نحط عليها البقسماط وكده تسيح مننا قوي في الزيت. فبنعمل الخلطه البانيه العاديه، هاتوا نحط عندنا بقسماط ودقيق، بنبتدي كده دقيق بيض بقسماط، هاتوا نحط شويه مثلا برضو لو حابين رشه ثوم بودره ورشه ملح بسيطه، ممكن رشه فلفل على البيض، وبعدين اعملوا كميه وحطوها بالفريزر. والموتزاريلا دي بتتباع على فكره في السوبر ماركت كده، وساعات تبقى هي نفسها فروزن، فكوها واعملوها وبعدين حطوها بالفريزر تاني قبل القلي، وخلوا بالفريزر اي وقت. بنحطها بالدقيق الاول، بعدين بالبيض، بعدين بالبقسماط. طبقه واحده من البقسماط مش هتخليها، بصوا هتفضل مكشوفه، واحنا عندنا جبنه هتبقى سايحه. بنرجع تاني على البيض، وبنرجع على البقسماط، وبنتاكد انه كبسناها كده من الاطراف من كل حته. بصوا تحسوا الطبقه بقت مغطيه القطعه كويس، في طبقه مش خفيفه، شايفين بالشكل ده. دي طبعا مش هنقليها لانه بتبقى زي ما قلت لكم طريه جدا، مع الحراره هتسيح بسرعه. انا حطيت البيض الاول، معلش نرجع للدقيق، بيض والبقسماط. ممكن تستخدموا بقسماط البانكو اللي هي عملناها قبل كده، الجابانيز بريد كرمز اسمها اليابانيه، بس احنا عملناها قبل كده من العيش الفينو الناشف، ضربناه بعد ما نشف من غير ما نحمصه، ضربناه بالكبه وبقى بانكو. واللي عنده بانكو يستخدمه، بتدي قرمشه حلوه. ممكن تحطوا زعتر مع البانكو، دي عشان ابتديناها غلط شويه، فنقفلها كويس بس خلاص بالشكل ده. دول هيدخلوا الفريزر وبعدين يطلعوا على القلي. تعالوا احنا نقلي، بسم الله، نعمل تست بواحده. لما نطلع الحاجه من الفريزر ما نحطش كميه كبيره في الزيت، بنبرد الزيت خلاص، دول كفايه. نعمل جنبها الديبنج صوص بتاعها، بيليق معاها صوص بنكهه الباستا. يعني لو حطينا هنا بيوريه طماطم، هنحط له شويه زعتر، شويه ثوم بودره، وشويه ملح، ونحطه مارينارا صوص يعتبر، ونحطه جنبها. انا محضره هنا طبق للتقديم، الاطفال بيحبوا الموتزاريلا ستيكس قوي. بصوا لونها طالعه بيرفكت، وهي مجرد بس الجبنه تسيح، بنحس كده بستنى شويه الجبنه تفرى. بصوا شايفين، انا بس ايه، في شعره ما بين انها تبدا الجبنه تسيح وتطلع منها، وانه الجبنه تطلع لسه ناشفه لانه كانت بالفريزر، فانا بس ايه بتاكد انها طريه من جوه. في لقطه كده معينه لما نفتح الجبنه، يلا تعالوا نطلعهم على الطبق، لونهم بيرفكت، ونحط التانيين مكانهم، ونفتح واحده وهي سخنه. جاهزين؟ هيا بنا نمسك واحدة، 1 2. بص 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 بص، سخنة قوي 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 قوي، دمار صح؟ جعتوا صح؟ انبليفبل، مظبوطة سخنت وما سحتش في الزيت. طعم الثوم على فكرة فرق فيها. نحط دول هنا،